ليه يا ابني؟ انت جايبني على الكورنيش عشان تسكت؟ بتفكر في ايه؟ مش عارف رضا، هو انا شاطر في المزيكا بجد؟ يعني ايه مستقبل فيها؟ ايه يا عز ده؟ انت على فكره لو مش موهوب ما كناش خليناك تمسك الفرقه. طب اعمل ايه؟ سيب المزيكا واروح ادور على شغل؟ انا لو رحت دورت على شغل واشتغلت مش هلعب مزيكا. لو لعبت مزيكا ده هيأثر على المذاكره. لو فكرت ان انا اذاكر في ايه؟ في ايه؟ صلى على النبي، داخل على اكتئاب ولا ايه؟ مش عارف، نفسي يبقى ليا اب وام اخد رايهم في حاجه زي دي. بحس انهم ضيوف في حياتي. وانا مش عايزه اقويك عليهم، بس انت راجل وتقدر تعتمد على نفسك. خلص بس ثانويه عامه وهترتاح. ايه ده بقى؟ كل الناس بتقول كده، خلص ثانويه عامه وهترتاح. كله يقول لك خش الاعداديه ركز فيها كويس علشان تجيب مجموع كويس وتخش الثانويه عامه بقى المدرسه الحلوه اللي هي هترتاح فيها وتعمل كل الحاجات. تخش الكليه بقى بيقولوا لك ظبط نفسك وذاكر كويس علشان تتخرج منها بقى في شكل اجتماعي، وهتتخرج من كليه مش عارف ايه والكلام ده كله. تخلص الكليه وعايز بقى هتبدا حياتك، هوب بتلاقي الجيش لبس في وشك. تخلص جيش تلاقي نفسك مسحول في مليون حاجه. فين بقى الراحه اللي بيقولوا عليها دي؟ يا عم لو على الثانويه العامه بسيطه، انا هذاكر لك يا ست. روحي شوفي التاريخ اللي انت سالتي فيه مرتين. ما هي ماده كلها حفظ ومعقده. انا جدو قال لي التاريخ ده لو ركزت ان انت تذاكره علشان تنجح فيه عمرك ما هتنجح، انما لو خدته بقى على انه قصه كده وحدوته وموضوع يبقى شكله كده هتلاقي نفسك عديت فيه بامتياز. التاريخ ده صعب ومش عارفين. بقول لك ايه؟ ما تيجي ننتحر. ينفع بكره عشان عندي درس بس. شكرا. تفضل. مساء الفل يا عم عبد. ازيك يا استاذ؟ مساء الفل. ازيك يا عبد صبور؟ اهلا يا مير. عنك يا حبيبي. الدلع ده كله حلو؟ حلو قوي يا حبيبتي، بس ايه المناسبة يعني؟ هو لازم يعني عشان واحدة تجيب لجوزها هدية يبقى في مناسبة؟ بحبك يا أخي. وأنا كمان بحبك يا حبيبتي. عندي النهاردة ميتنج لصفقة مهمة قوي، ادعي لي لو نجحت أغير لك العربية. لا لو على العربية نكثف الدعاء. أرجوكي من قلبك. سلام يا حبيبتي. سلام. سوق على مهلك. ما كانش له لزوم تتعب نفسك وتنزل توصلني. مش احسن ما كان زيزو هو اللي وصلك؟ والله زيزو ده زي العسل. انا اللي صعبان عليا نورهان، ما اعرفش ازاي مستحملك وهي قاعده معاكم. ليه؟ ده احنا ملايكه حتى. ملايكه نعم. مالك؟ توترت كده ليه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اشوف مين اللي خد مكاني وجايه له لحد شقته. اخرس يا حيوان، ايه اللي انت بتقوله ده؟ استني انت يا نهى، انت مالك بيها اصلا؟ نهى دي بتاعتي، واللي هيهوب ناحيتها هفرمه. ليه ان شاء الله؟ انت فاكر نفسك اشتريتني ولا ايه؟ اشتريتك. يلا عيب اللي انت بتعمله ده. ارجع بقى يا انت. يلا يا حيوان. حاسب يا عماد. حاسب يا لهوي. الحقوني يا ناس، حد يلحقني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ليه كده؟ يا لهوي الحقني يا استاذ هلال. ايه في ايه مالك؟ عماد وزياد
اتخانقوا تحت وزياد رفع عليه المسدس. زياد مين؟ زياد طليقي، طليقي الضابط بتاع الامن الوطني. طب ثانيه واحده، هكلم رؤوف. اتفضل يا مولانا. استنى يا مولانا، في حاجه لازم نتفق عليها في الاول. حاجه ايه؟ ما احنا متفقين على كل حاجه. ايه القايمه؟ القايمه مكتوبه بالاسعار القديمه، ودلوقتي الدولار ارتفع، يعني كل حاجه غليت، يبقى بعد تعويم الجنيه لازم نعدل الاسعار في القايمه. حضرتك انا مش بشتري غساله، تعويم ايه بس يعني؟ مش معقول نرجع في كلامنا حضرتك. وماله يا حبيبي، ما كل الناس بترجع، جت علينا احنا. افرض انك طلقتها. يا فندم اطلعها ازاي؟ انا لسه ما اتجوزتهاش. لا لا، طلاق ايه يا جماعه؟ ربنا ما يجيب طلاق ان شاء الله. عديها ماما بقى، ما تحرجناش. اسكت انت يا واد يا عصام، خش البلكونه اتهوى. يا جماعه صلوا على النبي كده واستهدوا بالله. انا بقول يعني نقسم البلد نصين وخير الامور الوسط. لا احنا متفقين على القايمه من اولها. الله، هو لو يدرى ولا ايه يا مدام؟ انتوا عايزين تضيعوا حق بنتي؟ يعني انت عاجبك اللي مامتك بتقوله ده؟ والله يا رؤوف، يعني كلمه بابا. ايه ده؟ ايه المفاجآت اللذيذة دي؟ مفاجآت؟ لا مفاجآت، انتي لسه شفتي حاجة؟ ده انتي بالذات قاعدة ومربعة في القلب يا نونو. نفس المعزة والله، ربنا وحده اللي يعلم. وحياتي عندك، وحياتي اللي تخلي بالك من جمال. قوي بقي قوليلي، صحيح ايه رأيك في البارفان اللي هتشميها عليه؟ هتتبسطي قوي وانتي ماشية مفحفحة كده وهو مفحفح جنبك. أوعدك زي ما بتحاولي تبسطيني أنا هبسطك، وهبسطه هو كمان، وهرجعهولك بالبرفيوم بس بريحتي أنا بقى. باي باي يا روحي. باي. قرف. إيه؟ أنت إيه اللي جايبك هنا؟ في إيه؟ أنت مش كنتي بتذاكري؟ خلصت مذاكرة. طب اتفضلي روحي، روحي شوفي كنت بتعملي إيه، يلا. طب أنت رايحة فين؟ مشوار. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك يا رؤوف، ألف مبروك. يلا بقى يا أم عصام بقى، زغرتي وجلجلي. مبحوح مش طالع. يا أستاذ هلال معلش، كنت مشغول ما عرفتش أرد عليك. بكتب كتابي، بكتب كتابي، بكتب كتابي، بتجوز، بتجوز يا أستاذ هلال. فعلا؟ طب أصل الحقيقة مش هينفع أجيلك دلوقتي. بتجوز، بقولك بتجوز. طب أنا جايلك حالا حالا. أيوة أيوة حالا، أهو حالا. لا مؤاخذة، البطاقة. زغرتي. لا ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك يا رؤوف، ألف مبروك. يلا بقى يا أم عصام بقى، زغرتي وجلجلي. مبحوح مش طالع. يا أستاذ هلال معلش، كنت مشغول ما عرفتش ارد عليك. بكتب كتابي، بكتب كتابي، بكتب كتابي، بتجوز، بتجوز يا استاذ هلال. فعلا؟ طب اصل الحقيقه مش هينفع اجيلك دلوقتي. بتجوز، بقولك بتجوز. طب انا جايلك حالا حالا. ايوه ايوه حالا، اهو حالا. لا مؤاخذه، البطاقه. زغرتي. لا أمر يا فندم. ممكن أعرف يا فندم إيه اللي حصل؟ الباشا بيتهمه إنه اعتدى عليه، وحاول كمان يعتدي على زوجته نهى منظور.
لا انا مش مراته، وانا اللي بتهمه انه بيعتدي عليا وبيطاردني في كل حته، وعايز اعمله محضر عدم تعرض ليا دلوقتي. نهى ما قلتليش الكلام ده من بدري ليه يا بنتي؟ مين سعد؟ انا لواء مندور شكري. اهلا وسهلا. اظن كده يا فندم احنا نكسب، احنا معانا لواء وظابط. هو معهوش حد خالص. هو فين؟ هو معهوش حد خالص. ومين حضرتك؟ انا صديق مقرب للواء مندور وللظابط رؤوف. انا قصدي ايه علاقتك بالمشكله يا فندم؟ ده الكاتب الصحفي هلال كامل، والد المتهم عماد. انا مش متهم، هو اللي تهجم عليها في الاول، ما كانش ينفع اقف اتفرج. شايفين؟ شايفين الشهامه؟ شهامه. انا مش عايز اتكلم. والله يا جماعه انتوا حاطيني في موقف محرج للغايه. انا شايف يعني ان اسيب لكم المكان تحلوا الموضوع ده بالود، وخصوصا ان في سابق معرفه بينكم. هسيب لكم المكان شويه. يا زياد، هي دي التعليمات اللي احنا بنشتغل من خلالها؟ ايه نسيتها؟ تحب افكرك بيها يعني؟ انت اللي هتفكرني؟ نحترم نفسنا بقى ولا ايه؟ بص يا زياد، انا مش حابب اقرا في الجرايد الصبح ان الضابط امن وطني تعدى على مواطن كان بيدافع عن خطيبته اللي قالي فتحتها. بس هو مش خطيبها. انت عارف يا زياد بيه الجرايد ليها حاجات كده، وساعات بتقول كلام يعني ملوش لازمة عشان الموضوع يبقى حراق. فالموضوع لما يبقى حراق بيولع الدنيا ويأذي المقصود بيه، حتى لو ما كانش عمل أي حاجة. يا عفاف، ده قانون، الموظف لازم يطلع معاش في سن معين. لا مش لازم، طول ما أنا قادرة أشتغل هشتغل. أنا مش بتاعت قعدة البيت يا دراز. ومالها قعدة البيت بس يا عفاف؟ على الأقل تعملي لنا أكلة حلوة من اكلاتك الفظيعه اللي ريحتها بتدوخ العباره كلها. صحيح ريحه الاكل وهو بيتحرق، بس مفيش مشكله، المهم انها بتدوخ. ايوه كده، اضحكي اضحكي، انت تستاهلي تضحكي على طول يا غاليه. وبعدين يا عفاف، انت قضيتي عمرك كله في وزاره التربيه والتعليم، ما فيهاش حاجه ما تريحي في البيت شويه وتقعدي في وزاره الانتخه. هو انا يعني بتكلم معاك عشان تقول لي الكلمتين الحلوين دول؟ أنا عايزك تكلمي حد من صحابك المهمين يمديني سنة ولا اتنين. أنت فاهمة أخوك غلط يا حفيف. أنت فاكراني بقعد مع وزير التربية والتعليم على قهوة ونشرب شيشة؟ هو أنا صحيح من شوية برضو، بس مش لدرجة إن أقدر أكلم حد عشان يعدل لك القانون. يعني مفيش فايدة؟ هقعد في البيت؟ طيب، إيه رأيك إنك ممكن تيجي تشتغلي معايا في الجورنال؟ هشتغل إيه في الجورنال؟ أنا بكتب مقالات ساعات كده محدش بيقراها خالص، انت هتقريها وتقولي لي الله حلو قوي يا دراس. يا حلاوه، هقول لك الله حلو قوي يا دراس. الله، انت دهبلتي يا عفيف.